تظاهر المئة من المواطنين والناشطين المدنيين في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد اليوم الجمعة احتجاجا على قمع اعتصامات ذوي ضحايا الإرهاب يوم الثلاثاء الماضي. وفيما طالب المتظاهرون رئيس الوزراء حيدر العبادي بتوضيح أسباب قمع تلك الاعتصامات، جددوا مطالبهم بالإصلاحات ومحاربة المفسدين، مؤكدين أن الأحزاب السياسية تتخذ من مؤسسات الدولة غنائم لأجنداتها، مطالبين بالإصلاح الحقيقي في تلك المؤسسات. كما أكدوا على إصلاح النظام القضائي وتعديل قانون الانتخابات والإصلاح في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات المستقلة. كما شدد المتظاهرون على محاسبة القيادات الأمنية التي تسببت بتدهور الوضع الأمني في العراق عامة وبغداد على وجه الخصوص. طبعاً مطالبنا كثيرة بسبب ما دار بالعراق من خراب ودمار من بنى تحتية أيضاً وفساد إداري ومالي. هذه الأحزاب السياسية التي اتخذت من الوزارات العراقية غنائم لأحزابها، الآن نطالب بالإصلاح، بإصلاح النظام القضائي، إصلاح نظام الانتخابات الغير عادل، أيضا تعديل نظام سانت ليغو، التربية، الصحة، التعليم، السكن. تضربوننا من أجل حقوقنا، والبرلمانيين الفاسدون يأكلون بفلوسنا وحقنا العام كلهم، اضربوهم أي قوات الأمنية. نحن شباب نطالب بحقوقنا ليس غير حقوقنا. أول ما نحاسب التيار الصدري، العمود يخاف يقولون السياسيين تيار الصدري فاسدين ما يحاسبونهم، لا سيد قال قلع السياسيين تيار الصدري عامة. مطالبنا محاربة جميع الفاسدين في وزارة الصناعة والمعادن، هذه يعني شلون نقول نهو الشركات والمعامل كلها متوقفة كلها بوزارة التجارة، وزارة التجارة هذا التمن المعفن خلي يرضوا على نفسهم ويوكلون الشعب تمن معفن بعد ما وزعوه من المخازن يقول وقفناه هنا التوزيع. وزارة التربية طلعها شفناها رزم الكتب القرآن الكريم والإسلامية يقول هاي شو اسمه قديمة 2012، احنا شفناها 2014 2016 بعدين يقول عندنا تقشف وراها ورا شهرين يلا يقومون يوزعون بالكتب.